ثروت مولودة 14 يونيو 1940، ممثلة مصرية من أصول شركسية، عرفت بلقب قطة السينما العربية، والدها كان ضابط. ودي زبيدة ثروت، ممثلة معروفة جدا طبعا. كان أول فيلم سينمائي لها هو دليلة عام 1956، وأجمل أفلامها مع عبد الحليم حافظ بطولة فيلم يوم من عمري، وأطلق عليها بعض النقاد لقب ملكة الرومانسية بعد عرضه. أنا مع عبد الحليم حافظ، كان فيلم جميل يوم من عمري. ومفاجأة زبيدة ثروت إن حليم طلبني للجواز وبابا رفض. زبيدة ثروت تزوجت سنة 1960 ضابطا في البحرية المصرية اسمه إيهاب الغزاوي، ثم المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها الأربعة. ده المنتج صبحي فرحات، أبو بناتها الأربعة. زبيدة ثروت مع المنتج صبحي فرحات، وهنا مع أحد بناتها، ونشوف صور نادرة ليها طبعا مع بناتها. ثم تزوجت زبيدة ثروت من رمزي إسماعيل، وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي. هنا زبيدة ثروت مع زوجها رمزي إسماعيل ولاعب الكرة بيليه. وتوفي صباح اليوم الاثنين 27 أغسطس 2018 الفنان عمر ناجي، حيث أعلن أصدقائه عبر موقع فيسبوك الخبر وقاموا بنعيه. ده الممثل عمر ناجي، آخر أزواج زبيدة ثروت. ويعد الفنان الراحل غير معروف لمعظم الجمهور المصري، لا سيما وأن مشواره لم يكن به أدوار بارزة باستثناء شخصية الرئيس دبيكي كبير المطاريد في مسلسل ذئاب الجبل الذي عرض في بداية التسعينات. وده صورته وهو بيمثل شخصية الرئيس دبيكي. الممثل عمر ناجي هو الزوج الرابع والأخير للفنانة الراحلة زبيدة ثروت، وهو ممثل مسرحي وعامل مخرج لعدد من المسرحيات. هو اللي على الشمال ده طبعا بعد مرور السنين، وظهر في فيلم حتى آخر العمر مع محمود عبد العزيز ونجوى إبراهيم وعمر خورشيد، ومن بعده شارك في العديد من الأفلام. والعديد من الأعمال التلفزيونية والتي من أبرزها الأخرس، الأيام، ذئاب الجبل، الأخطبوط، الرجل الآخر. وكان آخر أعماله فيلم علمني حبك عام 2005، وبعدها اختفى من على الساحة الفنية تماما. في كتير يفتكروه برضو. وأوضحت زبيدة ثروت أن والدتها من العائلة المالكة، وجدتها من ناحية الأم هي زبيدة حسين كامل، وأنها حفيدة السلطان حسين كامل. هنا الخديوي إسماعيل ابن إبراهيم باشا، خديوي إسماعيل على اليمين، والسلطان حسين كامل جد والدة زبيدة ثروت، يعني هي من نسل سلطاني من أصول شركسية. وأضافت: عمري ما أخفيت سني، وفي عام 1952 كان عمري 12 سنة وقامت الثورة، ونحن كنا من العائلة المالكة، وقام مجلس قيادة الثورة وقتها بإخراج اللواءات والضباط الكبار على سن الأربعين، ووالدي كان منهم. لم أكن أعي جيدا معنى ثورة 52 لأني كنت صغيرة، لكن مجلس قيادة الثورة قام بمصادرة جميع أموال والدتي، حتى السلسلة اللي كانت في رقبتها. قصة فيلم رد قلبي لمريم فخر الدين حقيقية ومعبرة عما حدث في الواقع. هنا زبيدة ثروت عمرها كان 76 سنة، مواليد 1940،
وهنا مع أختها التوأم حكمت، ونشوف صور نادرة ليها وأسرار ما تعرفهاش.